بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقول فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل إنه عليم بذات الصدور.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات صدق الله العلي العظيم. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.